من أعظم أعمال القلوب التي تملأ القلب إيمانا وتملأ حياة المرء سعادة، وينضح الأمر على الجوارح، صدق القلوب مع الله جل وعلا. قلوب صدقت، قلوب طهرت فصدقت فأثمرت. القلوب التي صدقت الله جل في علاه مدحها الله جل في علاه أيما مدح. الله تعالى استنهض الهمم وحث الناس جميعا إلى أن يصدقوه. قال الله تعالى: يا أيها الذين أمنوا. هذا نداء للمؤمنين، كأنه قال علامة ما سيأتي هو علامة الإيمان، وأعظم علامات الإيمان الصدق. كثير من الناس يتعامل ويتعبد، يكثر من العبادة، يكثر الصيام، الصلاة، الصدقة، تراه يتعلم، يعلم، تراه يعني يصلح بين المتخاصمين، يقضي الحاجات، يسد الخلات، يمشي في حاجة الناس، لكن قلبه ليس حاضرا لله جل في علاه. يشوبه ما يشوبه من طلب الممدحة وطلب المكانة أو طلب أمر الدنيا. وكما في أهل العلم قال الثوري: هذا العلم شريف، من أراد به الدنيا أخذها، من أراد به الآخرة أخذها، لكن من أراد به الدنيا ملعون.